خلينا بقى نروح لجرافيك هذه المباراة. اتفضل يا أحمد. خلينا نبدأ بمباراة اليوم، مدغشقر ونيجيريا في المجموعة الثانية، وبوروندي وغينيا في المجموعة الثانية أيضا. قلت لكم نتائج هاتين المباراتين. أما في تمام الساعة 9 سوف يلتقي منتخب زيمبابوي مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وأيضا منتخبنا الوطني سيلاقي منتخب أوغندا. جدول ترتيب المجموعة الأولى قبل بداية المباريات: مصر في المركز الأول بست نقاط، ثم أوغندا في المركز الثاني 4 نقاط، زيمبابوي في المركز الثالث بنقطة وحيدة، والكونغو الديمقراطية تغادر البطولة بصفر من النقاط. مصر في مباراتها الأولى فازت على زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء. جمهورية الكونغو فازت على أو اتغلبت، أنا آسف، من أوغندا. هم كاتبينها غلط هنا يا جماعة، بصححوا. أوغندا اللي كسبت الكونغو 2-0 الجولة الثانية، أوغندا وتعادل مع زيمبابوي بهدف لكل فريق، ثم مصر بتفوز على جمهورية الكونغو بهدفين مقابل لا شيء. موقف مصر وأوغندا: مصر في المركز الأول وأوغندا في المركز الثاني. طيب ايه اللي ممكن يحصل؟ زي ما قلت لحضراتكم، اذا فازت مصر تصعد مباشره كمتصدر لهذه المجموعه، او تعادلت تصعد مباشره كمتصدر لهذه المجموعه. لا قدر الله لو منتخبنا الوطني اتغلب من منتخب اوغندا، منتخب اوغندا سيصل للنقطه 7 وتظل مصر عند النقطه 6، وبالتالي مصر ستظل في المركز او هتنزل للمركز الثاني، وتصبح اوغندا هي من تصعد إلى دور 16، ولكن في المركز الأول لو لا قدر الله منتخبنا الوطني هزم اليوم. طيب إيه اللي مطلوب من اللاعبين النهاردة؟ اللي مطلوب من اللاعبين النهاردة أنهم يشيلوا كل حاجة جوه دماغهم، كل حاجة جوه دماغهم. كل اللي مطلوب منك كلاعب في مثل هذه المباريات، الاستاد هيبقى مليان زي ما حضراتكم شايفين الصور وزي ما حضراتكم بتشوفوا الصور، كل حاجة، كل الناس بتقف خلف منتخبنا الوطني. اللي حصل حصل خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا. كل اللي مطلوب من ال 11 لاعب اللي هيبداوا المباراه التركيز التركيز التركيز. كل الامنيات الطيبه لمنتخبنا الوطني ان يفوز في هذه المباراه، ويقدم عرض يليق باسم مصر، وايضا يقدم عرض يغير حاله القلق اللي موجوده عند الناس.